سلام البنات، سلام زينات، سلام يا أغلى مشتركات دندوناتي فوفيات الوفيات. مرحبا بكم معايا دنيا بغادي دونج. واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. نتمنى لكم يوم سعيد وحياة أسعد ان شاء الله. اليوم فيديو زيارة خاصة لمحل إسلام جوابي في بلدية الزاوية، ولاية البليدة. فوالا البنات، هاوليك اسلام، هاوليك كي نكونوا داخلين للزاويه من جهه البومبا ايسونس، تلقاو البنات على ليدكم اليسرى تشوفوا مدرسه الاخوه، راهي البلاكات تجي مقابلتكم، راهم سامي المدرسه، السور تاع المدرسه يعني في ذيك الحطه سوا سوا. راني وريت لكم كيفاش تدخلوا ليه. هذا هو المحل تاع اسلام، ما شاء الله تبارك الرحمن. اسلام عنده محلين، المحل الاول تاعو هذا هو اللي يبيع فيه الشورى ويبيع فيه حتى القماش، كامل انواع تاع القماش. ماشي هذا المحل اللي تصيبوا فيه القماش تاع الترك، اكيد تصيبوا في المحل الثاني اللي قدرت لكم عليه المره اللي فاتت، درت عليه فيديو رايحين تشوفوا في الاخر، ندير لكم لقطات لاخر جست عليه ثاني، ما نكذبش عليكم. ما كاش كيفاه نجي للزاويه وما ندخلش عند اسلام جوابي. راح نخلي لكم رقم الهاتف ونخلي لكم قناته على اليوتيوب، نتمنى كامل تدخلوا تزوروها. اسلام يستاهل الدعم ويستاهل التشجيع، لانه انسان ما شاء الله، انسان مربي محترم، ومعامله تاعو مع الناس يعني ما نقولكمش ولا اروع. فوالا عنده كامل لي موديل. شوفوا البنات، هاوليك الفوغور، انا جبتكم سبيسيالمون باه نوري لكم الفوغور اللي عند اسلام. كاين كامل الاثمان كما قالت، الاسعار ماشي اللي قالتهم عليا وحده. نورمالمون 350 الف للمتر، ومانيش عارفه الا نقص له ولا لا. رايح يدير لكم فيديو على فيه كامل التفاصيل. هاوليك القماش، شوفوا معايا البنات، كامل كامل قماش تاع فاميل اسلام. هاوليك يضحك اسلام، انسان ما شاء الله. القماش تاع فاميل، القماش تاع فيتنام، قماش تاع تاج محل، والقماش تاع الترك. انا قلت لكم باللي راح نخلي لكم مع التالي في الاخر، ما تروحوش بعيدا، نوري لكم واش عنده. طبعا لقيت السلعه شويه خلاصت، رايح يزيد يسلع ورايح يحط في القناه تاعو. ما تنساوش نحط القناه تاعو نديرها لكم في اول تعليق مثبت، ونزيد نحطها لكم في الملتقى، دخلوا للملتقى. شوفوا معايا خياتي، هذا القماش تاع الدراري، عنده كامل كامل الانواع. هذا كامل فاميلا، هكذا البنات كامل، هذا فاميل. وقلنا باللي عنده ثاني تاع الفيتنام اشكال وانواع، هذاك تاع القلوبه، هذاك 40 الف تاع فيتنام. على بالكم الميتاليك يعني اللي يجي فيه الجول ويجي فيه الارجون، هذاك كامل كامل 40 الف، عاود تدخل ب 40 الف. ما نعرف، اسعار شويه زايده ولكن الله غالب. هاي ليك الكوفرطة البنات، ما شاء الله انواع وانواع تاع الكوفرطة، تتباع بالمترا. الكوفرطة كاين اللي يحبوا يشرو بالمترا ويفرش يعني يتغطاو بها هكا عادي، وكاين اللي راهم يديروها الان يديروها كوات على شكل كوات، ثاني تجي روعه روعه روعه. اللي يحبوا يعني الحاجه تكون سخونه، انا ما نفضلوش الكوفرطة، ما نفضلوش كوات. الثمن تاع الكوفرطة هو 85 حتى 90 الف للمترا. كيما راكم تشوفوا محل تاع اسلام، محل كبير كبير ما شاء الله. هذا المحل الاول، هاوليك سكاي، عنده سكاي، عنده كذلك بسم الله الرحمن الرحيم راحت لي، عنده المهم كامل الاقمشه، عنده الانتي فويت. فوالا نشوف واش راح لي. هاوليك نجو من جهه الشورى وليستوك، شوفوا معايا بزاف، شوفوا لي ستوغ عنده تهبلو. انا دخلت الجهه تاع لي ستوغ ونهبل، عندي واحد الموديل دوك نوريه لكم، نعشق فيه نموت عليه، وغير هو اللي نشري. شوفوا معايا هذا الموديل ثاني، روعه روعه روعه، دخل جديد. مطلسي في القاضيفه، جي قاضيفه هو مطلسي، شوفوا كيف داير، هاوليك القفه تاعو راني نصور لكم فيه. هذا البنات ما فيهش العرض، فيه متر ونص العرض تاعو.
ثاني يجي لي كوفغولي ويجي كل واحد يجي به شبر، يديروا به لي فوتا، يديروا به، شوفوا الالوان تاعو رائعه رائعه، في الابيض، في الجرينا، في البلو، في ما شاء الله. اسلام اودي لكم ها واش راكم. المهم نحيت له الهضره تاعو من بعد نرجعها. فوالا شوفوا، هادو اللي نعشق فيهم البنات، توب دي توب. هذا الموديل راهو 360، 360 قال لي يدير 360، بزاف شباب للميترا. هذا ثاني 360. الموديل اللي تجي الوردة خارجة هذاك 450، هذا 450 بالصح. واش نقولكم، اللي ديرو في الصالون تاعها ولا في شومبرتها، روعة 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 روعة، موديل توب. ما انا كي نشوفو نفشل، كي نشوفو نعيا، كي نشوفو نحب نبكي. بصح باذن الله نشريه ونجيبو، راني معوله عليه للصالون تاعي وباذن الله نجيبو. هذا ثاني، هذا الموديل البانو تاعو 200 في المترا، والريدو تاعو يدير 160 للمترا. شوفوا معايا ثاني، انواع روعه، انواع تهبل. هادو كامل راهم عند اسلام جوابي في الزاويه ولايه البليده. اوليك اسلام يوري لكم لي موديل، يعني ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. ما تقولوا ليش، هادو لا كلاس لا كلاس لا كلاس. هذا ستيل فرونسي، ستيل اوروبيان، بزاف شباب. هذو الاوردينير اللي كامل انا دايرينهم في لي صالون تاعنا. سمحوا لي البنات، لافوا تاعي كي العاده، هاني ندير المونتاج في الليل، راني عيانه شويه، راني تعبانه. ليك لي موديل اوردينير. انا وصلنا للكوزينه، شوفوا لي موديل تيرك، كاين اللي يديروا 120000 المترا، كاين اللي يديروا سا ديبون كل واحد والبري تاعو. هذاك لا ماشي 120 نورمالمون، انا نزيد من عندي 150000 نورمالمون. هذا تاع الكوزينه والله ماني عارفه، نسيت شحال قال لي. المهم حاجه شابه. هذا تاع الترك، هذا 120000 المترا نورمالمون. وروحوا يتهلا فيكم، قولوا له جينا احنا مشتركات تاع دنيا زاد، او يعرفني ويتهلا فيكم. اصلا يتهلا في كامل مشتري يا اسلام، ما شاء الله عليه، انسان ما شاء الله. فوالا هنا نجو للشورى. عنده ثاني انواع عديده عديده من الشورى تاع الصالون. عنده في السامبل، عنده في، شوفوا الوان رائعه، الوان زاهيه، كامل واش تحبوا. عنده القطيفه ثاني باسعار يعني معقوله، القطيفه دوك تشوفوها قطيفه كلاسي شابه، قال لي دير 65000 المترا، يعني روعه، سعر هايل هايل هايل. اللي تسحق القطيفه ولا تروح عند اسلام جوابي، وعنده كامل الالوان، الالوان اللي شفتهم ما شاء الله. البلوغوا انا ادالي عقلي، البلوغوا البلو الازرق الملكي ادالي عقلي شويه. شوفوا هذو كامل تاع الصالون، شورى مازلت في الشورى، مازال ما لحقتش القطيفه. راني نسرع في الكلام، مانيش عارفه واش بيا، راني حابه نكمل، عييت عييت. فوالا هاوليك الكرونة، هذا الغوج جايك شغل غوج، يهبل يهبل، عجبني. القطيفة المحفرة هاي ليك، الغوز شوفوا القطيفة في الغوز ثاني ما شاء الله، في الماغون، في لو بيج، في البلون كاسي ثاني عنده. شوفوا هذيك الكرونة، الكرونة هايلة. هاوليك البلوغوا، البلوغوا بزاف شبابة، يعني كاميرات التصوير ما عطاتلوش حقه للصراحة، يعني كي جي تنصورو باش نصورو خرج لي موب. فوالا شوفوا هاي القطيفه المحفره، هاوليك الغوج، شت الغوج شحال خرج، بزاف شباب قطيفه الغوج. شوفوا هنا هذه بلوغوا، كي راني شعل شوفوا تخرج بلوغوا من بعد تولي موب، تخرج على خاطر الضو راهو يروفلي عليها، يدير الغوفلي. شوفوا كيما راني نسيب زعما بنخرج لكم لا كولور، دوك تشوفوا كي ندير الظل يخرج. يما وصرا فيا، ونقول له راهي تمال موف، يا ربي على ما يشتبان بلو دوك.
سليمة وخلاص. ها وخرج هنا، تعرفوا كيف ضبحت؟ قلت له راه وخرج الزرقاء وخرج. فوالا شوفوا هاولي بزاف شابين. هذا التومو عنده ثاني التومو صح. المهم البنات كي تروحوا ولا غير اسلام يرونجيكم على بالي، باسكو ما شاء الله انسان هايل. هاي ليك القطيفة تاع البصمة، هذه القطيفة تاع البصمة كذلك تصيبوها عند اسلام. انا صبت 3 الوان فقط واقيلا، نورمالمون 3 الوان برك. لا نعاود توليت غير لهذا يلا المطلسي. هاوليك القماش تاع الريدو عنده تاع 1.5 متر عرض، عنده تاع 2 مترات. وهذا بطبيعة الحال الجازون، الجازون ثاني بزاف راهو مطلوب بكثرة لتزيين يعني لي بالكون. يحبوا كي يديروا الجازون هذاك في البالكون، كي يكون البالكون حاجة حطة بطبيعة الحال. ندير معكم كاش نهار فيديو، راني حابة نحول البالكون تاعي ان شاء الله، نتقاسم معكم كامل واش راني معولة ندير. هذا هو المحل تاع اسلام، هذا المحل تاع اسلام جوابي اللي قدام المدرسة. اسلام قال لكم كي غلقوا داروا الحجر الصحي، قال لكم باللي راني نفتح دائما، راني من الصبح للثلاثة تاع العشية نفتح، واللي جمعة العشية يصيبوني صح تصيبوه غالق، ولكن عيطوا له في التليفون، راح نخلي لكم رقم الهاتف تاعو وعيطوا له في التليفون ورايح اكيد يفتح لكم وشروا عليه نورمال. طبعا مع اخذ بعين الاعتبار التدابير الوقائية للكوفيد، على بالكم البنات بلا ما نهضروا فيها. هذا هو اسلام جوابي، راح نخلي لكم الصفحه نتاعو، نخلي لكم كل حاجه كل تفاصيل في اول تعليق مثبت. وهذا الحانوت الثاني تاع اسلام، اسلام جوابي تصيبوه يعني في وسط قلب الزاويه. هاوليك القماش نتاع الفيتنام اللي تخلي جديد بزاف الالوان شابين البنات، انا عجبوني لي كولور المفقوده، لا كولور اللون المفقود تلقاوه. شوفوا هادو كامل بزاف بزاف بزاف. خلوا لي رايكم في التعليقات، ما تنسوش تخلوا لي رايكم اكيد. خلوا لي الملاحظات نتاعكم، تقولوا لي درتي له اشهار؟ نعم درت له اشهار، يستاهل الاشهار اسلام جوابي، لانه صح الانسان كي يكون مليح والتعامل تاعو مليح مع الناس اكيد نديروا له اشهار، واشهار مجاني ماشي خساره فيه. ودائما ان شاء الله باذن الله كل ما نروح للزاويه ولا نروح لاي محل راح ندير لكم عليه، ندير لكم عليه فيديو خاص تشوفوا المحل تاعو، ونوري لكم وين جاي، ونوري لكم الى عجبكم تروحوا لي. انا نعرف بزاف اصحاب الحوانت اللي يبيعوا الاقمشه، وما نبخلش على خياتي هاوليك من هي اسماعيل راوي. نعرفهم كامل خاوتي ما شاء الله، يتهلاو فيا كي نروح الحق تاع ربي. فوالا راني نصور لكم هنا القماش تعرفوه بلا ما نقول لكم، الخياطه تعرفوا القماش. هنا راني نصور لكم القماش تاع الترك عند اسلام تلكاو. تلكاو انا بديت نتلهوث في الهضره. هاولي قماش الريشه في الترك جا كامل، فيه الغوص فيه البلون فيه هاوليك. وكامل الاسعار البنات، كامل الاسعار تصيبوهم يعني من 55 حتى 75، منقص دايما اسلام البخي تاع الترك. راني نكمل في المونتاج اليوم الثاني، للاسف البارح ما قدرتش نكمل. قلت لكم كنت نصور وفجاه نسمع اسمي، دنيا زاد انخلعت، درت مرايا نلقى مشتركه يعني عرفتني من صوتي كي كنت نهدر. تحية ليك حبيبتي المستغنمية، قالت لي قولي المستغنمية. والله غير فرحت 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 كي شفتك، وربي يحفظك وربي يسترك. كيما فرحتي بيا ربي يفرحك حبيبتي، ومعرفة خير، وربي يلاقينا ان شاء الله غير في الخير ان شاء الله. وان شاء الله نتلاقى كامل مع حباباتي وخياتي مشتركاتي في القناة. في الاخير نقول لكم البنات هذه هي لا فيديو تاعنا اليوم، نتمنى لكم شفتوا يعني استفدتوا منها ولو بالقليل. نتمنى لكم فرجة ممتعة، نقول لكم ما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وبيوصلكم كامل الجديد نتاعي. فضلا وليس امرا ديروا لي جيم لا فيديو، بارطاجيو قناتي مع ناسكم واحبابكم، كثروا لي البارطاج، خلوا لي تعليق شباب كيما نتوما. تهلاو في روحكم، تهلاو في صحيحتكم، تلاقاو في ساعة الخير في وقت ما خير ان شاء الله. الى اللقاء.